مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حلقات حديث القاهره. حلقه النهارده الحد 19 مايو 2024. النهارده حديث القاهره على مستوى العالم كله وعلى مستوى جمهوريه مصر العربيه. انا هبتدي بمتابعه بسيطه لاخر التطورات في حادث طائره رئيس ايران. مجموعة من الطائرات المروحية كانت موجودة مع بعضها، من ضمنها طائرة بتقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومعاه وزير الخارجية وعدد من كبار رجال الدولة، كانوا راحوا للحدود مع أذربيجان علشان افتتاح سدين مشتركين بين الدولتين. لكن الحقيقة إن بعد تم الافتتاح وفي أثناء عملية العودة كان في حالة ضبابية وتغيرات في الطقس خلت الطيارة يحصل معاها مشكلة. وسائل الإعلام ترددت، قالت في الأول إن حصل هبوط صعب أو هبوط اضطراري، لكن بعد كده قالوا إن سقوط للطائرة اللي كانت بتقل الرئيس الإيراني. الغريب إن 40 فرقة من فرق الإنقاذ والهلال الأحمر توجهت للمكان علشان تنفذ عمليات إنقاذ، لكن سوء الأحوال والضباب الكثيف جدا خلى إن عملية الإنقاذ أو عملية البحث تكاد تكون، يعني مش عايزة أقول مستحيلة لكن صعبة جدا. الفرق المترجلة كانت الفرق الأكثر تواجدا على الأرض. الأخبار حتى هذه اللحظة عايزين نقول إنها غير مؤكدة. وسائل الإعلام الإيرانية بدأت بطلب من الجمهور والناس والشعب إن هو يدعو للرئيس الإيراني بالسلامة، وتسربت أخبار على إن ممكن ما يكونش في ناجين من هذه الطائرة، لكن حتى الآن لا يوجد أي حالة من حالات التوثيق لخبر حقيقي فيما حدث لهذه الطائرة، وهل فعلا الرئيس الإيراني والمصاحبين ليه على قيد الحياة ولا لا. الجزء الآخر من القصة بيقول وفق وسائل إعلام عالمية إن الموضوع، هل يا ترى هو تغيرات في الطقس فعلا ولا في حادث مدبر، أيا كانت الوسائل اللي تم استخدامها. في فيديوهات منتشرة للرئيس الإيراني من داخل هذه الطائرة قبل سقوطها بفترة قليلة جدا، وهو في حالة من حالات التوتر، وطبعا يعني ما فيش أي كلام واضح فيها، لكن في إشارات بإيديه إن في شيء ما، وكان طبعا التصوير الفيديو ما بين الرئيس وما بين المكان اللي موجود في الأرض تحت الطيارة. طبعا احنا في انتظار مزيد من التفاصيل والأخبار، وطبعا هننقلها لكم هنا في حديث القاهرة، لأنه قد يكون وراء الأمر حدث عالمي. من الأخبار العالمية واللي حصل في إيران وعلى حدود إيران أذربيجان للي بيحصل في مصر. الزمالك النهاردة بيلعب باسمه مصر. الكونفدرالية الساعة 8 بالظبط بدأ الماتش النهائي، ماتش العودة هنا في استاد القاهرة. أحداث الشوط الأول يعني خلينا نقول أحداث ساخنة جدا. النتيجة حتى الآن 1-0. هم دول نجوم الزمالك اللي بيلعبوا النهاردة باسم مصر. احنا واثقين ان الإصرار والعزيمة اللي موجودة ممكن تغير كتير جدا، وخصوصا بعد النتيجة اللي حققوها في الماتش اللي فات، ماتش الذهاب كانت يعني 2-1، وحيحتاج الزمالك انه يثبت بجدارته دلوقتي على الملعب ان هو صاحب هذا التتويج. طبعا في فيديوهات وصور تم نشرها ان سيارات الاحتفال بالفعل توجهت الى استاد القاهرة علشان تدعم وتشجع اللعيبة والزملكاوية والمصروية اللي مليين استاد القاهرة دلوقتي، ان هم يشجعوا من قلبهم نادي الزمالك، لانه ان شاء الله فايز. احنا بنتمنى لهم من كل قلبنا الفوز. هنقول لكم نتيجة المباراة اول باول. فريق الزمالك فريق قوي، فريق أبطال، فريق يستاهل أنه يتربع على عرش الكورة في إفريقيا ويقدم البطولات اللي يقدر يقدمها. تعب جداً الفترة اللي فاتت، عمل مجهود كبير، كان عنده مصاعب كبير، لكن وقف على الأرض وحيقدر يفرح جمهور الزمالك وجمهور مصر. ده كان الماتش اللي بتجري أحداثه حالياً. لكن على صعيد الأخبار الأخرى عندنا في مصر خبر مهم جدا. امبارح واحنا بنتكلم في موضوع الدواء لفت نظري الدكتور علي عوف وهو بيتكلم عن ان حتى الناس اللي عندها مواد خام وبضائع في الجمارك في منهم كتير ما قدروش يخرجوها. يعني انا لو عندي حاجات في الجمارك ب 500 مليون جنيه
بعد اللي حصل قفزة في الدولار ما اقدرش ادفعهم، فممكن اطلع منهم 10% 5% او ما اقدرش اطلعهم خالص. ايه اللي بيحصل في الجمارك بعد ما لقينا اخبار متداولة كتير جدا على ان في اكتر من 1.7 مليون او مليار، خليني اقول الرقم الصحيح، مليار جنيه موجودة في الجمارك، وان مفيش حد رايح يطلع البضاعة دي من الجمارك، وان هيكون في مزاد علني لبيع البضائع دي، لان 1.7 مليار دولار دول اكيد فيهم حاجات قابله لانها تفسد. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ فعلا ده موجود على الارض؟ طب ايه اللي مخلي كل البضاعه دي اللي موجوده 1.7 مليار كتير؟ المهندس متى بشاي معانا على التليفون، وهو طبعا رئيس لجنه التجاره بشعبه المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجاريه. يا باشمهندس مساء الخير. اهلا، مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. الحجم ده موجود فعلا من البضائع في الجمارك ولم يخرج وممكن يروح للمزادات العلنيه ليه؟ بصي حضرتك، اللي لازم نعرف السبب وراء قرار زي ده، ان المستوردين ما تقدرش ان هي تروح تتحمل وتطلع بضائعها من الجمارك. زي ما قلنا قبل كده ان الارضيات كتيرة جدا. طيب الأرضيات دي كتيرة ليه؟ عشان خاطر الناس كانوا زي ما حضرتك عارفة في الفترة السابقة كان الناس متعشمة، يا أستاذ متى احنا هنشحن وإن شاء الله لما نشحن البضائع يبقى في الاعتماد اتفتح، وكان في ضبابية في توفير العملة، وكان في مشكلة في الاعتمادات، وكان. فالمستوردين كتير شحنت البضائع على أمل إن لما البضائع توصل سواء من أوروبا أو سواء من الصين دايما تاخد دورتها في المية، كان كل الناس متعشمة أن يتم فتح الاعتمادات. لكن للأسف البضائع وصلت وتراكمت بالمواني وقعدت فترة، يعني من أقل حاجات كتير جدا قعد سنة، واللي قعد 8 أشهر وقعد 7 أشهر. فبالتالي البضائع بقت غالية جدا. يعني ايه غالية جدا؟ يعني بقى في ارضيات، وهيك برضو الارضيات دي اللي هي فلوس الايجار للمكان اللي بتتحط فيه البضائع في المينا، لانها موجودة بالضبط. في المينا وبتشغل مكان، فانتوا بتدفعوا عليها ارضية على حسب قد ايه المساحة اللي بتشغلها وحجمها. تمام، على حسب الخط الملاحي وعلى حسب المراكب. وللتكميل على كلام حضرتك، بتدفع بالعملة الصعبة وبتروح بره البلد، فده اللي احنا كنا اتكلمنا فيه في فترات سابقه. طب اسمح لي يا باشمهندس متى، هقطع سنه صغيره. هل البضاعه دي التجار اللي استوردوها سواء كان من الصين او غيرها من الدول الثانيه دافعين ثمنها اوريدي، يعني ثمنها مدفوع لكن مش قادرين يطلعوها علشان المصاريف بتاعتها، ولا ما اندفعش ثمنها؟ دي ترجع لعلاقه المستورد بالمورد. مثال، في بضائع مدفوعه، في بضائع مستوردين واخدين كريدت. يعني ايه كريدت؟ يعني ادفع على شهر، ادفع على شهرين، ادفع على ثلاثه. في بضائع بفوت تطلع مع المستندات، يعني المورد يبعت الشغل وبعد كده انا ادفع الفلوس ويبعت المستندات. تختلف على طريقه التعاقد بين المستورد وبين المورد. لكن انا اقول لحضرتك ان هي كان معظمها مش مدفوع، في حاجات كتيره مش مدفوعه. طب دول مش هيرجع عليهم الشركات اللي استوردوا منها بالمسؤوليه القانونيه على ان فلوسهم ما جاتش ولا بضاعتهم جت، ولا ما بيتعرضوش بقى لمساءلات من النوع ده؟ برضو ده ليه كذا فيدباك او رد فعل من اللي هيحصل، سواء المورد هيقطع علاقته بالمستورد ودي تبقى مشكله، سواء المستورد فلوسه هتروح وتخش البضاعه تخش المزاد ويشوف بقى قيمه البضاعه اكتر ولا قيمه الغرامات. سواء بعد كده يا فندم هنلاقي ان المستورد ده هيروح يسلم بطاقته وانا استاذ متى مش هقدر اكمل، خلاص البضاعه ب 50,000 دولار والغرامات ب 100، فانا مستحيل اخد البضاعه دي، انا مش هعرف ابيعها. ان لسبب بسيط يا فندم، متى استورد النهارده بالدولار ب 45، اي شركه تاني كانت بتستورد ب 70 زائد الغرامات، واحنا الاثنين بنجيب نفس الايتم، فانا مش هنعرف نبيع. واحد، اثنين، هنخش في مشكله في القطاع التجاري، هنقول ان المستوردين حراميه. ليه هيتقال لي كده؟ عشان يا استاذ متى احنا وفرنا لكم الدولار وبرضه البضائع غاليه. هقول لهم احنا الغرامات، هتلاقي رد فعل السوق، يعني احنا نوفر الدولار واحنا مالنا، يعني دي اول جمله هتتقال بالظبط. ما وفرناش الدولار يبقى في غرامات، هو انتوا بتعملوا كده ليه؟ هو احنا بنعمل كده ليه؟ وهنخش في دايره
مفرغه مش هنعرف نتكلم فيها. الموقف صعب قوي يا باشمهندس متى. طب الخروج منه ازاي يعني كذا جداً. الناس اللي عندها دلوقتي بضاعه، بس عشان انقل للساده المشاهدين وحضرتك صحح لي، الناس اللي عندها بضاعه دلوقتي موجوده في الجمارك وبقت الغرامات اللي عليها والارضيات اللي هتدفعها اكتر من الثمن اللي هي تقدر تتحمله او اللي تقدر تبيع بيه البضاعه دي بره، ثبت بضاعتها وعلى الدوله انها تعمل مزاد علني لده. لو الفلوس اكتر من الثمن بتاعه الناس دفعتها ممكن تاخد الفرق ليها، لو اقل التجار بقى ايه؟ هيدفعوا الفرق ده للدوله ولا هيعملوا ايه؟ لا لو الفرق بقى البضاعه دي قيمتها بتروح للخط الملاحي والباقي بيروح للمستورد لو المستورد مخلص فلوسه او مش مخلص ده لو عنده فلوس. طب لو عليه فلوس؟ بتروح للمورد. لا اقصد لو انا دلوقتي الارضيه عملت 100,000 وانا البضاعه بتاعتي كانت ب 50,000، فانا فاضل عليا 50,000 ادفعها للدوله فرق غرامات وارضيات. انا هدفع وانا ما خدتش البضاعه من الجمله؟ اه بالظبط هتدفعي وبيبقى في غرامات على البطايق وبيبقى في تامين على البطاقه الاستيراديه وبتقف البضاعه وبتبقى مشكله. طب هتعملوا ايه يا استاذه كريمه؟ البطاقه الاستيراديه لاي مستورد عامله زي الرخصه بتاعه سواق تريلا. هل في سواق تريلا ينفع يسوق من غير رخصه؟ لا مش هتعرف تشتغلوا تاني، يعني لا هيتسحب منه الرخصه او عليه غرامات مش هيعرف يشتغل مشكله تاني. طب هتعملوا ايه يا باشمهندس مت؟ انتوا قررتوا تعملوا ايه؟ احنا كشعبه مستوردين قلنا بنبلغ بقى يعني على مدار الشهرين ثلاثه اللي فاتوا بعد ما حصل توفير للعمله في البنوك عن طريق بعد صفقه راس الحكمه وبقت البنوك بتدبر بوضع رئيسي، ابتدينا نقعد مع التجار والمستوردين وكبار المستوردين وصغار المستوردين ونفهمه يا جماعه حاولوا ان انتوا تدخلوا البضائع باي طريقه إن كان ونقف جنب الدوله وناخد نستورد تاني وتاخدوا متوسط ونعدي الدنيا ونقف كتف في كتف بعض لغايه لما الدنيا نعدي المحنه دي. طب مفيش اي تفاوض مع الجهات الخاصه بالجمارك او الدوله ان هم يخفضوا لكم قيمه الغرامات والارضيات عشان تقدروا تشتغلوا؟ للاسف يا استاذه كريمه الغرامات والارضيات دي الدوله ما لهاش علاقه بيها، دي ليها علاقه بالخط الملاحي والخط الملاحي كده وضحت يعني الازمه 99% بيبقى خطوط ملاحيه عالميه هيترد عليكي رد يا استاذه كريمه انا مالي؟ حضرتك طلبت بضاعه وانا شحنتها لك، ادفع اللي عليكي بس هي دي المشكله اللي ظهر المستوردين للحيط. بص انا بفتح معاك الموضوع لانه فعلا لفت نظرنا واحنا عارفين انتوا في مشكله كبيره قوي. هنفضل معاكوا لحد ما تقولوا لنا هتعملوا ايه، واذا في اي دعم نقدر نقدمه ارجوك ابقى قول لنا. واحنا شاكرين جدا جدا المعلومات اللي وضحتها لنا مهندس متى بشاي رئيس لجنه التجاره بشعبه المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجاريه. فيها الذات موجوده في السوق بس خلينا نساعد علشان نطلع منها. الخبر ده بقى تعودنا عليه وانا بصراحه منزعجه جدا من تكراره. تسريبات تشاومينج. السنة اللي فاتت عملنا مداخلات لحد السيد وزير التربية والتعليم، يا فندم هتعملوا إيه في موضوع شاومينج؟ الامتحانات اللي بيتم تسريبها. فكان الجواب على الهوى حضراتكم إذا تتذكروه وموجود على الإنترنت إن إحنا مع الجهات الأمنية بنراقب كل الناس اللي موجودة وإحنا هنجيبكم وإن مفيش هنفضل ليهم بالمرصاد لحد ما نقضي على شاومينج. مرت السنة ورجعت شاومينج مرة تانية ودلوقتي رجعت بقوة امتحانات الإعدادية وكل يوم نشوف صفحات الجرائد والمواقع مليانه بان الامتحانات تم تسريبها بعد 10 دقائق 5 دقائق ربع ساعه والامتحانات حقيقيه. ايه الموضوع؟ هناخد من الزاويه الثانيه مش وزاره التربيه والتعليم، اولياء الامور رايهم ايه؟ بيحصل ايه؟ الاستاذه داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر، مساء الخير. مساء الخير على حضرتك. الامتحانات اللي بتتسرب وبنقرا عنها دي بالاجابات بتاعتها دي وانها بعد 10 دقائق وخمس دقائق وربع ساعه، حقيقي اللي بيحصل ده؟ يعني بصراحه مشهد متكرر، مسلسل يومي جروبات الشومينج انها بتنجح كمان في السنوات النقل. يعني كان زمان كان المقتصر على الشهادات، الشهاده الاعداديه والثانويه العامه. كون كمان ان الوضع يتطور للأسوأ ويبقى سنوات النقل كمان يعني سته ابتدائي وثانيه اعدادي واولى اعدادي وثانيه ثانوي اولى ثانوي كده، يعني احنا في جيل كامل هيتم تدميره، لان احنا كده الطالب اللي اعتاد سلوك الغش فهو هيعتاد سلوك الغش وهتتطور ادواته واساليبه. يعني معنى كده ان الامتحانات دي حقيقيه استاذه داليا؟ الامتحانات والاجواء بتاعتها بتتسرب وفعلا بعد الوقت ما بيبتدي على طول ب 10 دقائق وربع ساعه؟ بعد دخول اللجنه ببعض بضع دقائق الاسئله ثم الاجابات.
بطريقه يعني ملفته للنظر انهم شطار قوي كده يعني في الشر. فاحنا دلوقتي يعني طبعا ولي الامر لما يشوف حاجه زي كده بيجي له احباط شديد قوي، يعني ولي الامر اللي صارف على ابنه في تعليمه بيطلب المجتهد بيجي له يعني احباط، وبيقول لك خلاص يعني انا دلوقتي اجتهد ليه، واللي ممكن واحد ما بيجتهدش طول السنه ويتفوق عليا كمان. صحيح. طب بتعملوا ايه؟ فمبدا تكافؤ الفرص اتضرب بعرض الحائط. بتعملوا احنا دلوقتي عاوزين فعلا يعني الوزاره يعني تفتح الملف ده اللي هو ملف بقى مستفحل لجميع السنوات الدراسيه، وتشوف ايه الاسباب. يعني في قوانين لازم القوانين يتم تفعيلها، يعني فعلا عاوزين اجراءات رادعه لكل من بيغش، ويسهل كمان الغش اجراءات رادعه ليه، يعني لان من امن العقاب اساء الادب. احنا شايفين ان بعض الاجراءات بتتخذها المديريات من استبعاد رؤساء لجان او مراقبين او احاله بعض الطلاب للشؤون القانونيه، بس هذه الاجراءات غير كافيه. احنا فين الاجراءات تتبع الصفحات دي وغلقها؟ صحيح. طب استاذه دالي عندي سؤال، الاتهامات اللي بتروح كمان لاولياء الامور ان في بعض حضراتكم انتوا اللي بتجروا ورا الموضوع وانتوا اللي بتدوروا على الناس اللي بتغشش، واولياء الامور مبسوطين قوي بحكايه الغش، تقولي ايه للناس اللي بتقول كده؟ ما هو حضرتك لو فتحنا الملف ده هنلاقي ان في اكتر من جهه مسؤوله عنها. مش هخلي مسؤوليه اولياء الامور على فكره، وانا تملي في جروب ائتلاف اولياء امور مصر بحاول ان انا ادي برضو نصائح تربويه، فبقول لهم يعني كل طفل ليه قدرات وامكانيات معينه، ما نضغطش على ولادنا ان هم يحققوا النجاح والتفوق وهم امكانياتهم ممكن تكون على قدها، لكن انا اقول له اعمل اللي عليك، لان ساعتها الابن ده هيتجه الى اجراءات غير مشروعه للوصول لحلم الاب انه يطلع الاول بتفوق. وزي ما احنا عارفين الاباء كلهم بيبقوا الاوائل زمان في مدارسهم يعني. طبعا. بالظبط. طب مفيش ضغط اكتر من كده على الولاد. انا سعيده بان انت بتقدمي كمان الخدمه دي والنصايح دي للناس اللي موجودين في جروبات اولياء الامور، وشاكره جدا للمعلومات اللي اديتها لي استاذه داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر. اللي حاصل في الارض حقيقي، الامتحانات بتتسرب، في اولياء امور بيتبسطوا بالموضوع، عارفين المعلومه، لكن اكيد لازم يتقضى على ده. انا بشكرك جدا استاذه داليا الحزاوي، شكرا جزيلا. الموضوع الاخير في الجزء ده، الدولار بينزل والذهب بيعلى. اول مره يكسر الدولار في مصر حاجز 47 جنيه انخفاضا، ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه السبب يعني؟ هل دخول الدولارات بتاعت راس الحكمه وغيرها هي دي اللي منزله الدولار؟ طب هل انا اقدر اروح البنك واقول له لو سمحت يا بنك اديني الدولار فغير عمله واخد اديني دولار، مش هبيع لك دولار؟ ايه ده، حقيقي ولا مش حقيقي؟ خلينا نعرف معلومات عن الموضوع، لان احنا محتاجين نفهم بصراحه، يعني انا شخصيا محتاجه افهم. معنا الدكتور الخبير الاقتصادي الدكتور ايمن غنيم، استاذ الاقتصاد في الجامعه الامريكيه عبر زوم. يا دكتور ايمن مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بسيادتك. انا عندي سؤال مهم، اللي بيحصل ده علمي؟ يعني فكره ان الدولار دلوقتي نزل في السوق كسعر والذهب بيعلى، هل الاسباب اللي مربوط بيها الدولار والذهب في مصر باسعارهم دي حاجات علميه فعلا، قواعد حقيقيه ولا ايه؟ والله يا فندم احنا لازم نفهم انه اولا سعر الذهب عالميا هو مرتبط بسعر الفائده على الدولار، بمعنى لما يكون في توقعات انه سعر الفائده على الدولار هينزل بتلاقي حضرتك الذهب بيعلى، لانه في النهايه الناس ما بتستثمرش في اذون الخزانه الامريكيه وفي الودائع، بتروح تستثمر فلوسها في الذهب فالذهب بيعلى. بالنسبه لسعر الفائده الامريكيه على الدولار هو مرتبط ببيانات التضخم الامريكي. ففي امريكا التضخم قل من 3.8% في شهر مارس الى 3.6% في شهر ابريل الحالي، ده التضخم الاساسي. طبعا هو التضخم في امريكا كان وصل لمستويات عاليه جدا، بلغ يمكن 9.1% في يونيو 2021، وده اعلى، انا اسف، يونيو 2022، وده اعلى مستوى له من 40 سنه، من سنه 82 من ايام الرئيس ريجان. عشان كده كان بيرفع الفوائد طول الفتره اللي فاتت. بالظبط، والفدرالي الامريكي رفع الفائده بمقدار 5%، رفعها 10 مرات لغايه اما الفائده يمكن وصلت لاعلى معدلاتها من اول
الألفية. صحيح. فالفكرة أنه رفع الفايدة على الدولار أدى إلى انخفاض التضخم، بس لسه التضخم في أمريكا أعلى من المستوى المستهدف اللي هو 2%، ده أولا. فعشان كده هناك يعني التوقعات متضاربة بشأن الفايدة، بعض الناس شايفين أن الفايدة الأمريكية ممكن تقل، فبيروحوا على طول يشتروا في الذهب لأنه متوقعين الذهب يعلى، فالذهب بيعلى كده، وده بيسموها نبوءة ذاتية التحقيق. وبعض الناس تانية يقول لك لا، الفايدة على الدولار مش هتقل، وده نتيجة لأن الفايدة هي سعر اقتراض المال. صحيح. النهاردة العالم كله فيه أزمة ديون سيادية، يعني التقرير أفاق الاقتصاد اللي هو طالع من صندوق النقد الدولي في آخر 2023 طلع أنه الفايدة العالمية وصلت إلى 97، أنا آسف، طلع أن الإجمالي ديون السيادية العالمية وصلت إلى 97 تريليون دولار أمريكي، بزيادة 40% عن 4 سنوات سابقة في 2019، وده نتيجة حاجات كتير جدا، الأزمات الاقتصادية المتلاحقة. بس دكتور أيمن، أنا عايز أرجع لموضوعنا، بعد إذنك. تفضل. إذن في توقعات بأن الفايدة على الدولار في أمريكا هتنخفض، فبالتالي الناس لا يا فندم، هو التوقعات متضاربة، بعض التوقعات بتقول إنه الفايدة هتنخفض، والبعض الثاني بيقول الفايدة مش هتنخفض. اللي بيقول الفايدة لن تنخفض ده اللي هو بيبص لحجم الديون السيادية العالمية وحجم الدين السيادي الأمريكي اللي هو كسر سقف 34 تريليون دولار، فبيقول إن الفايدة ما ينفعش تنخفض لأنه الفايدة هي سعر افتراض المال. بما ان التوقعات متضاربه، فزياده اسعار الذهب مع يعني القوه النسبيه اللي اكتسبتها توقعات خفض اسعار الفايده ممكن ده بعد شويه يتعكس. يعني النهارده السوق العالمي للذهب ممكن يكون، او السوق العالمي للذهب والفايده ممكن يكون في حاله عدم استقرار. بس معنى كده ان الناس اللي كانت بتتوقع او اللي توقعت ان الفايده هتقل هي اللي راحت علشان تحط فلوسها في الذهب لانه شفته اكثر امانا. طيب بالضبط. اذا ده ممكن يتقلب في اي لحظه اذا اتغيرت الدفه وبقى الدولار علشان الديون العالميه اختلف، ما تمش تخفيضه، الفايده عليت او فضلت. لا هو الفايده مش هتعلى، هو الفايده اما يتم تثبيتها، يعني كان متوقع في اول السنه ان الفايده على الدولار تقل بمقدار اثناء السنه 3/4%. لغايه النهارده ده احتياطي الفدرالي الامريكي مثبت اسعار الفايده علشان الحاجات اللي قلناها دي، وعلشان كمان ان التضخم حتى لو قل لكن هناك يعني مخاوف ان ممكن يرجع يزيد في امريكا نتيجه ارتفاع اسعار البترول. فاما تثبيت او خفض. هاي بالضبط. إذا اسمح لي أروح لجزئية الذهب مرة تانية عشان عايز أربط الموضوع بالداخل المصري. إذا سعر الذهب عالميا في جزء من الناس رفعته نتيجة تخوفهم من إن هيقل الفايدة. هل ده هو اللي انعكس عندنا في مصر على سعر الذهب؟ من هقول لسيادتك بقى، الذهب في مصر هو بيعتمد على كذا حاجة، بيعتمد على سعر الذهب عالميا، وبيعتمد على سعر الدولار قصاد الجنيه. سعر الدولار عالميا انخفض مع توقعات انخفاض سعر الفايدة. يعني النهارده لما بيحصل توقع عن انخفاض سعر الفايده على الدولار، الناس ما بتستثمرش في الدولار، بتروح تستثمر في الذهب، فتلاقي سعر الدولار انخفض. بالظبط. فده احد اسباب انخفاضه في مصر. طبعا الى جانب التوقعات انه مصر بتستقبل استثمارات اجنبيه وتدفقات نقديه بالعمله الصعبه، ده الى جانب توقعات الاستثمارات الاجنبيه اللي هتيجي من مشروع رأس الحكمه، الى جانب قرار اللي اتخذه البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، كل ده أدى إلى انخفاض سعر الدولار محليا. تمام كده، هقف عند الجزئية دي. اسمح لي يا دكتور، إذا الذهب سعره على عالميا علشان بفعل الضخ اللي حصل من الناس اللي بتشتري الذهب تخوفا من انخفاض سعر الدولار بره، فالذهب سعره كده كده عالي، لكن بالضبط. الدولار في مصر بيقل لأن سعر الدولار خارجيا بيقل. طب معنى كده إن احنا هنفضل في ماشيين في الاتجاه ده فترة، ولا دي زي هتبقى زي موضوع الذهب ممكن ينعكس في أي لحظة؟ لا، ما هو الفكره بقى في حاجه، ان النهارده لو قلنا ان سعر الذهب محليا هو محصله الدولار محليا وعالميا مع الذهب عالميا، يبقى اذا نقدر نقول ان سعر الذهب محليا بيتذبذب، وده اللي احنا فعلا بنشوفه. يعني صحيح. هو غير مستقر، هو ما بين الصعود والهبوط، ده يعتمد على المحصله العامه لكل هذه العوامل، ويعتمد ايضا على المضاربات قصيره الاجل، لان دايما بنلاقي انه لما السوق بيعلى الناس كلها بتروح تشتري، السوق بينزل الكل بيروح يبيع، فممكن تلاقي حضرتك انه هي عكس كل القواعد اللي المفترض يتم التعامل معاها اقتصاديا. طب دكتور ايمن، يعني لو سالت حضرتك بشكل مباشر، يعني علشان الناس المشاهدين بتوعنا نقولها لهم كده ساده، حضرتك عندك توقعات معينه لسوق الذهب وسوق الدولار خلال الفتره اللي جايه؟
لا هو اي توقعات على المدى القصير دي معروف ان هي يعني مضاربات اكثر منها توقعات، لكن لو بنتكلم بشكل عام على وعلمي يعني بنتكلم على بشكل عام سعر الدولار في العالم، فمن المتوقع طبعا انه يعني على اخر السنه لازم هيكون حصل اما تثبيت او بدايه لخفض سعر الفائده، فممكن ده يؤدي الى انخفاض قيمه الدولار، بالذات انه بعض يعني البنوك الاستثماريه في امريكا بتقول ان الدولار مقيم باكثر من قيمته، وطبعا هو لما بينخفض ده بيؤدي الى زياده الميزه التنافسيه للصادرات الامريكيه، فممكن هم نفسهم عايزين يقللوه، دي حاجه. فده ده على نقدر نقول اخر 24 اول 25 يعني عالميا. طب في مصر؟ في مصر متوقع انه مع وصول الدفعه الثانيه من راس الحكمه من استثمارات راس الحكمه، ومع وده الاهم بدايه البنى في المشروع، لانه من المتوقع انه مش بس مشروع راس الحكمه هيدخل 35 مليار دولار في شرايين الاقتصاد، لا ده كمان المطور العقاري اللي هو شركه ابو ظبي القبض عشان تبدا ان هي تاخد عوائد على المشروع بتاعها، لازم تجيب استثمارات اجنبيه بالدولار برضه، وتبدا تدفع في شركات مواد البناء، الشركات اللي هي انشاء والتعمير، الكلام ده كله عشان تبدا بالظبط. يعني هو اللي هيدخل كاستثمار في راس الحكمه مش اللي اندفع في راس الحكمه، هو ده اللي ممكن يفرق معانا كده. واضح. بالظبط. انا بشكرك جدا جدا دكتور ايمن غنيم، الاستاذ بكليه اداره الاعمال بالجامعه الامريكيه. ده الدولار والذهب من الناحيه العلميه. نطلع فاصل، نرجع نقابلكم وقصصنا الاخباريه في حديث القاهره. حكون في انتظاركم. الأرصاد، ارتفاع الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع، والعظمى بالقاهرة تقارب 40 درجة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم التجارية لليوم 13. مستوطنون يغلقون مدخل مدينة القدس للمطالبة بعزل نتنياهو وإجراء صفقة تبادل. فيضانات شديدة في شمال إيطاليا تسبب غلق الطرق وسقوط الأشجار. إندونيسيا، بركان إيبو يثور على نحو هائل ويطلق سحابة من الرماد. من جديد وحديث القاهرة، قصصنا النهاردة هنبتديها من قرغستان. عدد من الطلبة المصريين والعرب تم الاعتداء عليهم في مكان سكنهم، عنف، مشاجرات، وقالوا إن مجموعة من المجهولين وصل عددهم لأكثر من 700 شخص راحوا لهناك وتعدوا عليهم، لكن الصور والفيديوهات اللي اتنشرت بتقول إن كان في تبادل للضرب بين الطرفين، وكمان في أخبار بتقول إن الطلبة المصريين تم تسجيل فيديو معاهم بعد ما تم إلقاء القبض عليهم وهم بيعتذروا للشعب القرغستاني، بيقولوا مش هنعمل كده تاني. هل الموضوع هو ردود فعل غاضبة من الشعب القرغستاني تجاه كل من هو أجنبي زي ما تقالوا، لأن في حملات ضد الأجانب هناك، ولا في أخطاء من الجانب المصري واللي بيحصل هناك في مشكلة ومحتاجين نفهم إيه اللي بيحصل بالظبط؟ إحنا معانا عبر زوم الدكتور أمين فتحي القصبي، منسق الجالية المصرية في قرغستان. يا دكتور مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير، تحياتي لحضرتك، تحياتي للسادة المشاهدين. أولا طمنا على أولادنا الأول، ولادنا كويسين؟ الحمد لله، الحمد لله، الآن كلهم في أمن الحمد لله، معظم الطلبة، ومعظم الطلبة اللي كانوا معرضين للخطر في المبنى اللي تم الاعتداء عليهم فيه، تم نقلهم أمس بواسطة الشباب القرغيزي البطل لمكان آمن بفضل الله عز وجل. اللهم لك ألف حمد. دلوقتي بقى يا دكتور أمين، احكي لي القصة الحقيقية للي حصل بالظبط. القصة الحقيقية أن كان هناك بعض الطلاب في وقت متأخر من الليل في الخارج في وسط المدينة، كان بيشربوا السجائر تقريبا أو شيء، وبعض الشباب القرغيزي طلب منه يعني سيجارة أو شيء، فرفض الطالب المصري، فحصل بينهم تبادل كلام وشتائم، والطلبة المصريين الموجودين معظمهم في هذا السكن لا يعرفون اللغة الروسية. فالطلبه طبعا الليل كله ما بيضم الا الناس الغير منتظمه يعني. فجرى الطلب المصريين وفروا دخلوا للسكن، فطلعوا الطابق الثالث في السكن اللي هم ساكنين فيه في جامعه اسمها اي ام يو. الناس القرغيز جري وراهم مسافه تقريبا ما تقارب 2 كيلو،
ودخلوا على السكن، اتهجموا على السكن مع ان السكن محاط بحراسه، دخلوا وهجموا وكسروا الحديد ودخلوا ضربوا الطلبه اللي في الدور الاول والدور الثاني، هما باكستانيين. الطلبه المصريين لما راوا هذا الوضع نزلوا تحت ودافعوا عن نفوسهم، ولكن كان الدفاع شويه شديد، لم يكن يعني دفاع مناسب، كان الدفاع من المصريين شديد. للاسف كان عندنا طالب او طالبه مصريه في الطابق الثالث ما صور كل الحادث، الخطا الذي حدث واوقع الجميع في مأزق ان هو الطلبه صوروا الحادثه وقت رد فعل الطلبه المصريين، مجموعه من 5 اشخاص او 6 اشخاص ماسكين واحد كرغيزي من الشباب الكرغيز وضربوه. الشاب اللي صور او البنت اللي صورت هذا الفيديو نشروه بدون وعي وبدون فهم. اي واحد كرغيزي هيشوف هذا المقطع لابد ان يغضب، وان يعني لماذا جاء هؤلاء المصريون الى هذه البلد ويجتمع 5 و6 ويضربوا طالب او واحد كرغيزي بدون رحمه؟ طبعا احنا لو عندنا في مصر هنقول جاي تتعدى علينا في بلدنا، ما هياش مش حاجه طبيعيه. سعاده السفيره ابتسام رخا ما شاء الله يعني متفاعله معنا جدا في هذا الموقف، وانا منذ الحادثه قبل ان يحدث اي اعتداء تواصلت معها من الساعه 7 ليلا الى الساعه 4 صباحا، كنا طول الليل بنتكلم. وانا بقول لسعاده السفيره الموقف ده لن يمر على خير. لسعاده السفيره كانت متفاعله جدا وتواصلت في المساء مع مساعد الوزير ومع مكتب الوزاره تماما، وخدت اجراء قوي جدا بانهم في اليوم الثاني يذهبوا للعمل. المهم نحن كان يوم السبت في السفاره يوم عطله، ولكن السفاره كانت على قدم وساق في العمل. وسعاده السفيره كذلك ابتسام رخا اتصلت بوزير الخارجيه، وزير الخارجيه ده امر مباشر بانها ترسل موفد من السفاره المصريه لكرغيزستان، وجاء الموفد هذا اليوم السكرتير الثاني السيد علي احمد، ووصل هنا لكرغيزستان الان وموجود. لكن بفضل الله عز وجل كان عندنا حوالي تقريبا يعني حوالي، طبعا المكان كان فيه سكنين، سكن فيه حوالي 120 طالب وسكن فيه حوالي 400 طالب 300 طالب. السكن كان فيه 120 طالب استطعنا بفضل الله ان احنا نخرجهم كلهم عن طريق الشباب الكرغيز البطل، وبكررها لانهم كانوا شباب متعاونين جدا وشباب على قدر عالي جدا من الثقافه وقدر عالي جدا من التحضر، وساعدونا ان احنا ننقل اولاد بلدنا بطلب شخصي مني لهم، ساعدونا ان احنا ننقل ابناء المصريين من هذا السكن للسكن المجمع. وجه مدير الجامعه في السكن المجمع وحاصر او الامن جه حاصر المكان، وفعلا الشباب الكرغيزي حاولوا يستسيغوهم. احنا لجانا لبعض الاشياء، قلنا لهم انا بصفتي موجود في البلد منذ 23 سنة، قلت لهم يا شباب الناس الكرغيز لو لم يكن منا ردة فعل سيهدون سيهدؤون، لأن هذه الطبيعة عندهم. يعني هم لو جم يعني انت لو رد فعلك سكن هادي مش هيبقى فيه بالنسبة لهم انفعال. طب انا هقف عند الجزء ده يا دكتور، وعايزه اطمن على حاجتين. واحد، حضرتك قلت ان من ضمن اسباب المشكله اللي كبرتها ان الناس اللي صورت دون وعي ونشرت الجزء اللي كان خاص برد الفعل المصري على الشباب الكرغيزي، وده عمل مشكله كبيره. بس كان في شهود للواقع من بدايتها، واكيد في المخفر او المكان بتاع البوليس. احنا عندنا ربنا كرمنا بان كاميرات الفيديو اللي في الشارع صورت والطلبه المصريين بيجروا. هاي ودول بيجروا وراهم لغايه السكن، يعني بيجروا وراهم لغايه السكن. انا كنت نزلت بيان وارسلته لسعاده السفيره ان احنا بنطلب، يعني بنقول لهم قدر الله ما شاء فعل، لكن الاولى كان ان هم يتحفظوا على هؤلاء دون الاعتداء عليهم ويطلبوا الشرطه، والشرطه كانت تتعامل معهم لان عددهم كان كبير. صحيح. مش الضغط. واحنا رايحين نتعلم مش رايحين نتخانق. بس في حاجه ثانيه كمان يا دكتور ليها علاقه بالفيديو اللي فيه حديث في الصحف عن ان شبابنا المصريين تم القبض على مجموعه منهم، والمجموعه دول بعلم البوليس تم تصوير فيديو ليهم وهم بيقولوا احنا اسفين جدا، احنا مش هنعمل كده تاني، احنا اخطانا في حق الشعب الكرغيزي. دي حقيقه؟ طبعا دي حقيقه، وبفضل الله خرج 4 شباب الان قبل حوالي ساعتين بالضبط، 4 شباب هم 8 محتجزين. السلطات الكرغيزيه اتخذت القرار بالافراج عن 4 وجاب الافراج عن 4 التانيين، واحنا بنتواصل معاهم دائما. طب وليه عملوا الفيديو ده يا دكتور؟ ده عشان تهدئه الشعب الكرغيزي زي الراي العام الكرغيزي. زي ما حضرتك قلت. حتى الباكستانيين خرجوا بفيديو، لان احنا كمصريين الحمد لله نسبه الاصابه فينا الحمد لله صفر، لم يحدث اصابات ماديه فقط في الاماكن. الاصابات في الباكستانيين اكثر كانت. الاصابات كلها في الباكستانيين اصابات شديده. طيب. لكن انا اتصلت
خلينا نقول ألف سلامة عليهم طبعا، لأن هم اتاخدوا في الرجلين زي ما بنقول، دي أزمة ما كانتش ليها علاقة بيهم غير أن هم ساكنين في الدور الأول والتاني زي ما حضرتك قلت. إذن أن اللي اعتذروا دول، واحد هم أخطأوا أن هم ادوا رد فعل قوي جدا على اللي حصل زي ما حضرتك قلت، والتاني أنه ده أسلوب لتهدئة الشعب القرغيزي. طيب بعيدا عن الجزئية دي بقى، ولادنا الحمد لله 4 طلعوا، فاضل 4 جاري إخراجهم حاليا صح؟ ان شاء الله سيخرجون بالسلامه يعني. هو انا طب احنا الطلبه بتاعتنا هم ال 700 اللي حضرتك بتقول عليهم دول يا دكتور، ولا في غيرهم؟ لا في غيرهم، هنا شركات كثيره بتشتغل في الطلب واحنا كنا اصلا كجاليه عايشين في سلام منذ ان جاء الطلبه وبدات المشاكل. احنا للاسف كمان هم يعني بيجوا يدرسوا ايه يا دكتور؟ معظمهم طب وهندسه، وكلهم جامعات خاصه. طب وهندسه. سعاد سفيرة أصلا الآن جاءت من فترة سام رفا، وهي ما شاء الله متفاعلة معنا، وأرسلت السيد علي أحمد اللي هو السكرتير الثاني في السفارة، وهو موجود الآن في قرغيزيا. قبل ساعتين تم الإفراج، وهي تواصلت معه وقلت له سعاد سفيرة الحمد لله خرجوا، والشرطة نفسها اللي محتجزين قالوا إنها جت لهم أوامر بالإفراج عنه. عظيم. يعني لما أنا عندي سؤال أخير بقى، اسمح لي يا دكتور. جميل، أنت كده طمنتنا على الموقف عند حضرتك، وإن اللي حصل ده مناوشات طلبة وحصل فيه كذا دروب وجري إصلاح. هل الأخبار كمان المتداولة على أن الشعب القرغيزي عامل حاليا مظاهرات وانتفاضة ضد الأجانب اللي موجودين في قرغيزستان حقيقية؟ أنا متواصل مع رئيس، أنا أصلا مستشار مفتي قرغيزستان لشغل البلاد العربية، غير أن أنا دكتور في الجامعة. تشرفنا. فأنا متواصل مع رئيس لجنة علماء قرغيزستان، وهي اللجنة اللي بتختار المفتي نفسها، هو ضمير رقيف، وسألته قلت له نحن لا يجب أن نتحرك كإدارة دينية في حل هذه الأزمة ونزع فتيل العنصرية عند الشباب الموجودين، الشباب السكر. فقال لي إحنا تواصلنا مع الشرطة، والشرطة قالت لنا استنوا شوية إحنا هنحاول نحلها ودي. لكن الشعب القرغيزي هو مسالم، ليس شعب محارب. يعني أنا عايش هنا من 23 سنة، ما حدثت معي مشكلة، ما حدثت معي مشكلة، وأي مشكلة يمكن حلها في وقتها ولكن بدون اعتداء. يعني الشعب القرغيزي لو استثير ما بيرفعش ايده، يمد ايده الاول. يعني لو تعملوا اجتماع مع الطلبه دول بعد ما يخلص الازمه دي يا دكتور، علشان يعني اذا هنعيش هنا وهنتعلم هنا ففي اشياء لازم يلتزموا بيها ويعرفوها عن الشعب. محتاجين يعني الناس المنسقين اللي بيشتغلوا كلهم بيجيبوا طلبه، انا كلهم متواصل معهم بفضل الله، واليوم حتى تم عملت صلح بينهم كلهم، وقلت لهم لو سمحتم احنا عاوزين نشوف الطلب دي نعدل سلوكيات الطلبه، لان في سلوكيات غير مناسبه تماما. وضحت. واحنا يعني بنشكرك جدا على انك وضحت لنا الصوره، لان فعلا وسائل الاعلام والصحافه بتقول كلام كتير جدا متضارب. شكرا على القصه الحقيقيه اللي نقلتها لنا الدكتور امين فتحي القصبي، منسق الجاليه المصريه في قرغيزستان. طيب احنا طولنا في الموضوع ده، بس كان لازم نفهم ايه الحكايه، لان لما يتقال ان في حملات عنصريه ضد اولادنا وضد العرب والاجانب في دوله ما، فلازم نفهم علشان ما نجيش بعد كده نقول يا ريت اللي جرى مكان. اللي جرى بقى ده اللي انا هحكي عليه يا ريت يكون كل يوم بصراحه، يعني بطله من نوع خاص. سعيده جدا ان احنا هنشوفها ونحكي قصتها النهارده في حديث القاهره، لانها اصبحت حديث القاهره. بدات الرياضه دي، رياضه رفع الاثقال بعد سن الخمسين تحديدا، وهي عندها 54 سنه. كسرت الارقام القياسيه العالمية، أخذت 89 ميدالية حتى الآن، عمرها دلوقتي 63 أو 62 سنة هتأكد منها. هي جدة وبطلة، فخر لمصر. إيه الحكاية؟ إيه الحكاية؟ خلينا نعرف منها هي شخصيا. معانا عبر زوم ضيفتنا العزيزة والبطلة أماني ربيع، البطلة المصرية يعني كاسرة الأرقام القياسية في العالم. يا أستاذة أماني، يا بطلتنا الجميلة، مساء الفل. مساء الخير. مساء الخير. عارفة أنا حاليا عايزة أقولك إن أنا شخصيا واقعة في غرام القصة بتاعتك، وسعيدة بيكي جدا والله. مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يبارك فيك. أي بس أنا عندي أول سؤال بصراحة، وبصراحة شديدة جدا، يعني أنا لو حبيت أبتدي رياضة بعد سن 54 أروح لرفع الأثقال ليه؟ بصي، هي جت كلها بالصدفه، يعني انا عمري ما فكرت اصلا ارفع حديد او اشيل حديد. هو الكابتن محمد سعيد جالنا في النادي وعمل فريق ولاد، والبنات طلبوا منه يعملوا فريق بنات، عمل فريق بنات وبقت في كل المحافظات،
وانا دخلت بالصدفه برضه، يعني كلها حياتي دي بالصدفه يعني. مش معقول الحقيقه. طب كنت بتلعب رياضه قبل كده؟ انا طبعا رياضيه، انا بلعب سباحه، تنس، باسكت، هاندبول، فولي، اي حاجه تتخيليها كنت بلعب. وكنت بتدخلي بطولات في البطولات دي؟ كنت بتدخلي اي بطولات في الرياضات دي؟ كنت بخش بالسباحه، كنت بخش بالتنس، بس اللعبه دي انا كنت بلعب في الجيم على الاجهزه بتاعت الحديد، يعني انا بحب برضو الستايل بتاع الحديد، يعني بحب الحاجات اللي فيها قوه كده. فجت بالصدفه كابتن شافني قال لي انا عايز المدام اماني تيجي معانا، ندهلي مدام اماني احنا عايزينك، هنعمل فريق، عايزين ستات كبار وصغيرين، وانت هتبقي اكبر واحده ومش عارف ايه بتاع. انا اصلا وهو بيكلمني انا مش فاهمه هو عايز ايه، يعني هو عايز ايه مني، يعني فاهم ازاي؟ لان انا عندي جوزي وعندي ولدين. بالظبط. تتصوري بقى يعني هرجع اقول لهم اصلا ماما بتشيل حديد، يعني انا متصوره اروح اقول لابني يا حسام حبيبي يعني احنا بنلعب رياضه سواء، انا رايحه العب رفع اثقال. لا ده انا كمان بلعب رياضه واصحابهم بيلعبوا في الجيم معايا، يعني فاهم ازاي؟ وولاد يعني غير بنات يعني ولاد. ايوه كان ايه شكل التعليقات بقى؟ اول رد فعل جالك منهم ومن صحابهم قالوا لك ايه؟ ثواني بقى، ماما بتلعب جيم وممكن تكسبه يعني. فهي طبعا يعني هو الولاد نفسهم كانوا مستغربينها شويه، طبعا جوزي لغايه دلوقتي مستغربها، يعني انا بقالي سنين اهو يعني بسافر وبروح وباجي، هو لغايه دلوقتي هو بيقول لي انا بقالي 8 سنين ما شاء الله. مفيش ولا مره قال لك لا؟ لا هو ما حاولش. انا برفع حديد دلوقتي بقى مش هيقدر. لا هو دايما يقول لي ايه بلاش يعني العبي حديد، بس مثلا بلاش تخشي بطولات. هي اساسا طبعا تخش بطولات، يعني اساس عشان تثبتي نفسك لازم تلعبي بطولات يعني طبعا. بس هو دلوقتي خلاص، يعني هو زي ما تقولي خلاص يعني في الامر الواقع يعني. ها طب انا يعني عجبني جدا الامر الواقع، وان انا باخد بطولات او بشارك في بطولات، بس ان انا احقق ارقام قياسيه على ناس في اعمار مختلفه، يعني البطولات دي مش طبيعيه ان كل الناس بيلعب في عمره، انت بتلعبي مع كل الناس مع كل الاعمار، ده تحدي صعب جدا. بصي طبعا يعني يعني بس انا بلعب مع السن الصغير بكسبه طبعا. ايوه وكسرت رقم العالم كذا مره طبعا، الصغير والكبير، والحمد لله انا يعني وصلت يعني انا في سني الاولى على العالم الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، يا يعني رب دايما رفع سهلة والله سهلة والله. بس بصي غششيني، هل ده بيطلع الاسترس؟ لان انا يعني مثلا احنا كلنا بنتعرض لضغوط صعبة جدا يعني، فانا عارفة ان الرياضات اللي فيها بوكس وكاراتيه والالعاب دي بتطلع الضغط، هل رفع الاثقال بيطلع الضغط النفسي والاسترس والحاجات دي؟ دي احلى لعبة في الدنيا، بتطلع كل حاجة عندك، يعني انا دايما حتى تليفوناتي ببقى قافلها خالص، بخش بطريقه وبطلع بحاجه تانية خالص. كده انا عرفت السر خالص. كده انا عرفت السر. كلنا كل الستات. انا جاي على فكره، احجزي لي مكان جنبك. طيب بصي انا عارفه انك عندك، يعني اللي مكتوب انك عندك احفاد، ده حقيقي؟ انا عندي ولدين والحمد لله عندي احفاد الحمد لله. ما شاء الله. حد فيهم بيتفرج على اخبارك وبيشوف البطولات بيقولوا لك ايه؟ بصي هي هو البنات صغيرين يعني 6 سنين 4 سنين 9 اشهر حاجه كده. انا اولادي بيفرجوهم على ان انا بلعب وبتاع، يعني مش عارفه هم حاسين بايه مش عارفه، بس هم بقى عارفه اللي داخلين جمباز الحاجات دي، بس انا يجولي يعني يجولي وانا وانا شلهم. طيب سؤال اخير، محدش بيخاف كله حابب الموضوع، انا شايفاكي زي القمر بصراحه، اسمحي لي اقول يعني يعني ما فيش اي مظهر بيقول، انا بشوف اشكال مختلفه بصراحه يعني للناس اللي بترفع اثقال وبنيه جسديه كلها عضلات وحاجات كده، انا شايفاكي رشيقه جميله. ايه ما هو المفروض انت تبقي كده يعني، في كده طبعا في شيب طبعا يعني اكيد، لان انا 62 سنه انت عارفه 62 سنه ده هو المفروض الـ 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 الجلد بيبقاش مظبوط طبعا، اتظبط كل حاجه اتظبطت، المفروض يبقى الواحد شكله كده يعني، مش المفروض يبقى اللي احنا بنشوفه يعني، اللي بنشوفه ده مش بتاعنا عارف ازاي، مش طبيعي يعني. انا بتخض اصلا
انا لما بلعب بره بلعب مع الناس دي. وما بتقلقيش؟ ما بتقلقيش؟ والله والله من بصي احنا بنخش ورا بعض ما بقاش عارفه مين اللي بيلعب معايا، بس انا لما باخد ميداليا وبتصور معايا بلاقيها وحش. ما شاء الله وحش معايا. اه معلش بس بكسبهم. برافو. طب انا عندي سؤال تاني، صحابك بقى اللي معاكي في النادي واللي انت مصاحباهم بقالك كل السنين الطويله دي، ما قالولكيش اي حاجه كده ولا كده؟ حد فيهم حتى حاول يقلدك او حاول يقولك ما تعمليش كده او يحبطك؟ بصي كل اصحابي وكل قرايبي وكل ده طبعا شايفين حاجه فريده من نوعها، هم شايفيني عادي يعني، هو لو شايفيني شكلي ذكوري او شكلي مثلا قالب على شكل تاني ممكن كان الناس تقعد تتكلم كتير، لكن لو شكلي عادي فساتين عاديه شكلي عادي مش بيقولوا كده، ده هم كلهم يتمنوا ان هم الامراض اللي عندهم او الشيخوخه اللي عندهم او الشكل اللي هو عاجز عايزين يبقوا زيي يعني، فزي فدايما يسالوني نعمل ايه عشان يبقى شكلنا كده، فاقول لهم تعالوا العبوا انت تيجي طبعا عشان انا جايه خلاص، انا الروح المعنويه تترفق. انا جايه يا استاذه اماني حاجزه جنبك من دلوقتي. طيب. لاني بتيجي سعاده رهيبه، سعاده رهيبه رهيبه رهيبه. انا حاسه كميه الطاقه اللي انا اخدها منك دلوقتي استاذه اماني الحقيقه تملى كل حاجه. انت بتثبتي شيء تاني بعيدا عن الارقام القياسيه وبعيدا عن النجاح الكبير اللي عملتيه، بتثبتي ان احنا نقدر لما نحب نعمل كل حاجه في الدنيا. والستات بتعرف تعمل كده. طب مش عايزه تقولي لهم حاجه وحياتك؟ قولي لهم وصيهم الله يخليك. كفايه ان انت الناس هتخاف منك. طب جوزك خاف ولا لسه؟ بس ده سؤال هنشيله من المطبطه يا جماعه. والله استني ممكن اساله كده على جنب كده. طب اساليه اساليه خليه يتفضل. اتفضل معايا يشاركنا بجد. بصي انت طبعا بتجمدي بتجمدي. اللي يقول لك لا غير كده لا طبعا بتجمد دي. بس انا ببقى وحش جوه اللعبه جوه الحديد نفسه. يعني فاهمه ازاي؟ اطلع من الحديد نفسه برجع تاني اماني، عارفه ازاي؟ اولا بيبقى عندك ثقه بنفسك جامد جدا، بيديكي سعاده جامده جدا، بتغير لك كل المفاهيم اللي حواليك، ما بتقيش تدققي على كلام ناس كتير قوي، كل حاجه سهله. فاهمه ازاي؟ خلاص انا بقيت هاديه. انا ده كفايه. طيب بصي خليني اقول لك ان يعني انا حبيتك قبل ما اشوفك، دلوقتي بحبك اكتر، وانا اتصور لكل مشاهدينا في حديث القاهره هيشاركوني في ده. دايما موفقه ومحققه احلامك ورفع اسم مصر اكتر واكتر بلعبه حلوه زي يا رب دايما كده. وشرفتينا في حديث القاهره، وتحياتنا للاستاذ اللي ورا الكاميرا. هو مسافر. طب خلاص ما سمعش. ما وروش اي. اوكي. نعتبره ما سمعش خلاص. يا رب ليلتك سعيده ونورتينا في حديث القاهره. اماني ربيع البطله المصريه في رفع الاثقال، شكرا. ما شاء الله بدات 54 دلوقتي 62، وزي ما انتم شفتوا يحلي ايامكم كده، ابتدوا اعملوا حاجات بتحبوها حتى لو كانت خارج قوانين العاده. أنا هحصلها أكيد. طيب أجي للخبر اللي بعده. الخبر اللي بعده هو سؤال هنجاوب عليه في التقرير اللي جاي. خلينا نشوف لما بحثنا ودورنا على إجابة السؤال، أين ادخر المصريون خلال الأزمات الاقتصادية أموالهم؟ حطوا فلوسهم في إيه؟ شوفوا واسمعوا وارجعوا تاني هنا، عندي موضوع غاية في الأهمية هناقشه مع ضيفة كريمة في حديث القاهرة. ثقافة الادخار لدى الناس خلال الأزمات الاقتصادية. واجه الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة كثيراً من الأزمات والتحديات، وخاصة العالمية، ومنها جائحة كورونا والصراع بين روسيا وأوكرانيا، والتي كان لها تأثيرات كبيرة على الأوضاع الاقتصادية. الخوف من تقلبات الأسعار والتضخم وارتفاع قيمة الدولار جعل كثيرين يفكرون في كيفية الحفاظ على أموالهم ومدخراتهم من الضياع أو تراجع قيمتها السوقية، الأمر الذي جعلهم يبحثون عن حلول بديلة.
فكانت أموالهم ومدخراتهم حائرة بين شهادة الإدخار الأعلى عائداً في تاريخ البنك المركزي وبين الاتجاه إلى شراء الذهب أو العقارات. الكثير من الأشخاص لجأوا إلى شراء وتخزين الذهب في شكل سبائك أو عملات، والذي اعتبروه ملاذاً آمناً للحفاظ على قيمة العملة، حيث أثبتت خلال العامين الماضيين أنه أفضل استثمار وأفضل وسيلة للحفاظ على قيمة العملة. ففي عام 2022 ارتفع بمقدار 852 جنيهاً للجرام عيار 21 بنسبة ارتفاع 106.7%، وفي عام 2023 ارتفع الذهب بمقدار 1480 جنيهاً للجرام بنسبة ارتفاع 87.5%. وحصدت الشهادات مرتفعة العائد مدخرات المصريين، حيث طرح ببنكي الأهلي ومصر شهادات بعائد يصل إلى 23.5% و27%، ورأى البعض أن الاستثمار الذي يأتي عائده بشكل دوري هو الأفضل، فكانت الشهادات الإدخارية هي الأفضل للاستثمار وحفظ أموالهم، وحققت في الفترة الماضية حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد أكثر من 642 مليار جنيه. بينما اتجه أصحاب المدخرات الكبيرة إلى شراء العقارات والأراضي، حيث أصبح مجال الاستثمار العقاري واحد من أفضل مجالات الادخار لدى المصريين من حيث الحصول على عائد مادي مضمون لارتفاع أسعار العقارات بشكل مستمر. الاستثمار في البورصة أيضاً كان ضمن الملاذات الجاذبة لمدخرات المصريين، حيث يرغب الكثير من الأفراد على استثمار في الأسهم لحماية مدخراتهم في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وبلغت أعداد المستثمرين الجدد في البورصة حوالي 385.6 ألف مستثمر خلال عام 2023.